عايز النهارده اديكم شويه تاملات في المزمور الخمسين، على اعتبار ان كلكم بتصلوا هذا المزمور في الاجبيه كل يوم. من اشهر المزامير المزمور الخمسين اللي اوله ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. اول كلمه فيه عبارة ارحمني، عبارة انسان شاعر بعجزه بضعفه بيطلب الرحمة من ربنا. الانسان بيطلب الرحمة من ربنا لأسباب متعددة جدا، وان كان المزمور ده بيخصص الرحمة في مسألة الخطية. يعني ياما انسان بيطلب الرحمة، عنده مشاكل، عنده ناس بيتعبوه في حياته، او عنده مرض من الامراض او الم من الالام، او عنده زوجة معاندة زي اللي جت في السؤال، او اي حد يعني، وبيطلب الرحمة من ربنا. لكن في المزمور ده بيطلب الرحمة في مجال التوبة بسبب الخطيه. اول نقطه نقولها هي لزوم احتياج كل انسان الى الرحمه. يعني الانسان يشعر في اعماقه انه محتاج لرحمه ربنا. ناس كتير غنى العالم، سهوله الحياه، العز، المناصب، الكرامة، الرئاسات، ما بيخلهمش يشعروا انهم محتاجون الى رحمة. دي نقطة مشكلة. وجايز في انسان تاني البر الذاتي عنده ما بيشعروش انه محتاج لرحمة ربنا، يعني شاعر انه ما بيغلطش في حاجة، انسان بار في عيني نفسه. من امثلة هذا مثل الفريسي والعشار. الفريسي لم يذكر اطلاقا انه محتاج الى رحمة، بل وقف يفتخر بنفسه ويفتخر بصلاته وبصومه وبانه بيدفع العشور، وقل له أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناه ولا مثل هذا العشار. ده أنا بصوم يومين في الأسبوع وأعشر جميع أموالي إلى آخره. ولم يخرج مبررا، لأنه لم يشعر أنه محتاج إلى رحمة. العشار اللي قال له ارحمني يا رب فإني خاطي، هو الذي خرج مبررا من الله دون ذاك. إذن أنت في صلواتك في المزامير انسى انسى الأعمال الطيبة اللي أنت عملتها وافتكر خطاياك. وإن ذكرت الأعمال الطيبة أذكر أن ربنا هو اللي عملها عن طريقك، أو نعمة ربنا هي اللي عملتها عن طريقك لكي لا تفتخر بها. زي ما قال بولس الرسول: أنا ما أنا، لكن نعمة الله المعطاة لي. فمش أنت اللي عملت الخير، ربنا هو اللي عمله عن طريقك. لكن افتكر خطاياك واشعر أنك أنت محتاج إلى رحمة. ده الشخص الخاطئ المنسحق القلب. يعني عايز واحد يكون عارف خطاياه ويكون منسحق القلب امام الله. علشان كده الكنيسة بتعلمنا ان احنا اول ما نخش نسجد قصاد الهيكل ونقول: اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك.
يعني من أجل مراحمك الكثيرة جعلتني مستحقا ان انا اخش بيتك، انا ما استحقش اخش جوه بيتك، دي رحمة منك انك دخلتني جوه بيتك. زمان كانت القوانين الكنسية حازمة وشديدة، وكان في خطايا لا يسمح لإنسان انه يخش الكنيسة بسببها، مش بس ما يتناولش، ما يخشش الكنيسة، وكانت في عقوبات علنية، وكانت الكنيسة أقوى روحانية من تلك الأيام، وكانت وظيفة الإبدياكون أن يمنع أمثال هؤلاء الناس اللي عليهم أحكام من دخول الكنيسة. بلاش الناس اللي عليهم أحكام، ده داود النبي نفسه هو اللي بيقول الآية دي: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. ولهذا نجد عبارة ارحمنا موجودة كتيرة جدا في الكنيسة، موجودة في المزمور 50: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، وموجودة في نهاية كل صلاة: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، موجودة في لحن ابنوتي نينان في كل صلاة عشية وصلاة باكر، يعني يا الله ارحمنا، موجودة في بداية كل صلاة بنقول ابشويس نينان، نفتتح الصلاة بدي يعني يا رب ارحمنا، موجودة في كريا ليسون 41 مرة في كل صلاة بنقول كريا ليسون يعني يا رب ارحم، نفس الطلبة، موجودة في الترتيلة المشهورة بتاعت برحمك يا إلهي، موجودة في قطع كتيرة من الأجبية تنتهي بعبارة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. إذن الكنيسة بتعلمنا ان احنا باستمرار نطلب مراحم ربنا. ما يجيش انسان يقول داود كان طالب المراحم دي لانه كان في حالة خطية او تعبان، لا، ده في غالبية المزامير تجد العبارة دي: ليتراءف الله علينا ويباركنا وليسهر وجهه علينا ويرحمنا. مش ضروري في مزمور التوبة بتاع المزمور 50. نحن محتاجون إلى رحمة الله في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة. ده لولا مراحم الله ما كان قد أبقى لنا بقية، ولا شابهنا سدوم وعمور لولا مراحم ربنا. مراحم ربنا التي لا تعاقب على كل خطأ، وإنما يطيل الله أناته على اعتبار أن طول أناته تقود إلى التوبة. لكن كويس الإنسان يقول له ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. داود أمام الناس ملك، داود أمام الناس ملك، رجل له هيبته ووقاره وعظمته ورئاسته، لكن أمام الله خاطي، أمام الناس ملك وأمام الله خاطي، بيقول له ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. شعور الإنسان بأنه عمل خطية، يعني لازم كل واحد عشان يقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك يحتاج أنه يجلس بينه وبين نفسه، ويحتاج أنه يحاسب نفسه، ويحاسب نفسه بدقة شديدة وعلى كل شيء، وما يقولش خطية صغيرة وخطية كبيرة، برضو الخطايا الصغيرة تحتاج لرحمة، او اللي تظنها انت انها صغيرة برضو تحتاج لرحمة. ده احنا في صلواتنا بنطلب المغفرة من اجل الخطايا الخفية والخطايا الظاهرة، الخطايا الإرادية والخطايا غير الإرادية.
الخطايا اللي فعلناها بمعرفة واللي بغير معرفة. إذا كأن خطايا الجهل تحتاج لرحمة، خطايا غير الإرادة تحتاج لرحمة، الخطايا الخفية تحتاج لرحمة، لأن الخطية هي خطية. لما تقول ارحمني يا الله تقصد حاجتين على الأقل، وجايز في حاجات تانية نفكر فيها. حاجة منهم ارحمني من عقوبة الخطية، ما تستلزمه الخطية من عقوبة. وتاني حاجة ارحمني من الخطية نفسها، ارحمني من الخطية نفسها، لأن في أشخاص كتار عايزين يسيبوا الخطية ومش قادرين، كما يقول بولس الرسول في رومية 7: ولكن أن أفعل الحسنى لست أجد، الشر الذي لا أريد إياه أفعل. إذا لست أنا الذي أفعله بل الخطية الساكنة في. يعني أنت تطلب من ربنا أن ينجيك من عقوبة الخطية وينجيك أيضا من الخطية، وخصوصا الخطايا التي أصبحت عادات والإنسان اعتادها، أو الخطايا اللي أصبحت طبيعة أو طبع، أو الخطايا المتكررة باستمرار ويذكرها في كل اعتراف ويرجع لها تاني، أو الخطايا المحبوبة اللي مش قادر يسيبها، أو الخطايا المسيطرة. زي في إنسان مثلا الغضب مسيطر عليه وعايز يسيب الغضب مش قادر، ومنين ما يسيبه يجد إن هو رجع له تاني. أو إنسان بيشرب سجاير أو بيشرب خمر عايز يسيبه مش قادر. أو إنسان عنده فلتات لسان يحاول أن يضبط لسانه مش عارف، أو إنسان عنده خطايا جسد مش قادر، فتقول له ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ارحمني من عقوبة الخطية وارحمني من الخطية نفسها. ارحمني من الخطية نفسها لأن أنا عاجز عنها وضعيف أمامها ومش قادر. فالإنسان اللي بيطلب الرحمة هو إنسان منسحق القلب، متواضع، شاعر بضعفه، شاعر بعجزه، شاعر بخطيته. لكن اللي شاعر بقوته هيطلب الرحمة ليه؟ واللي شاعر ببره الذاتي هيطلب الرحمة ليه؟ مش هيطلب. كمان تطلب من ربنا ان ينجيك من نتائج الخطية، مش من الخطية بس، في بعض خطايا لها نتائج صعبة تحتاج ان ربنا ينجي منها وينجيك من طبيعتك ومن طباعك. فانت تقول يا رب انا بطلب منك الرحمة لانك انت طبعك الرحمة، زي ما بنقول في الترتيلة: ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. طبيعتك الرحمة. تعجبني جدا في هذا المجال عبارة قالها السيد المسيح وهو بيكلم سمعان الفريسي، قال له: اثنان مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. يعني هما مش قادرين يوفوا بالدين اللي عندهم، فربنا قال لهم ما دام مش قادرين أنا هرحمكم، هعفيكم، سامحهما جميعا. فأنت تقول له يا رب أنا اللي مديون بخمسمية وأنا ليس لي ما أوفي به،
اوعى تفتكر انسحاب قلبك ده وفاء للخطيه، او مطنياتك وفاء للخطيه، او صيامك وفاء للخطيه، او معاقبتك لنفسك او معاقبه اب الاعتراف ليك وفاء للخطيه. ابدا، ده لا يفي بالخطيه الا دم المسيح فقط. فانت باستمرار عاجز عن ان توفي. عشان كده الانسان اللي يقول اكفر على خطيتي بصوم بصلاه بمطنيات، تعبير لاهوتيا خطا، لان لا يوجد كفاره الا بدم المسيح. فانت ما تقدرش تكفر عن خطيتك. فلما انت بتقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، يعني احسب خطاياي ضمن الخطايا التي محاها المسيح بدمه. ولذلك داود لما أخطأ ربنا بعت له على يد ناسان النبي وقال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. نقلها يعني نقلها من حسابك إلى حساب المسيح، والمسيح يمحوها بدمه. تقول له ارحمني يا الله لأن من عندك المغفرة، زي ما بنقول في المزمور إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. تقول له ارحمني يا الله كعظيم رحمتك على الرغم من عدم استحقاقي، أنا غير مستحق لكن بطلب الرحمة. يعني في فرق بين محامي يدافع عن متهم ويقول المتهم ده بريء، وفرق بين محامي تاني يقول ما اقدرش اقول بريء، الجريمة ثابتة ثابتة، لكن انا بطلب الرحمة. بطلب ايه؟ الرحمة. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، يعني معناها ان انا مش شاعر ان خطيتي صغيرة، دي خطية كبيرة مش تحتاج لرحمة عادية، تحتاج لرحمة عظيمة. ده انا بكثرة رحمتك بخش بيتك، ومن اجل عظم رحمتك انت بتغفر. الخطايا اللي انا بخطيها دي ما يقدرش انسان يغفرها، لكن انت اللي بتغفر كعظيم رحمتك. ولما انت تقول كعظيم رحمتك تفتكر الرحمة العظيمة اللي قدمها ربنا، وليها امثلة كتيرة. اكتر عظمة لرحمة ربنا كانت على الصليب، غفر جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور من كافة الانواع بدمه الكريم، بدمه الغالي الثمين قدم رحمة للعالم كله. كعظيم رحمتك، رحمتك للبشرية، رحمتك للمرأة الخاطئة التي بللت قدميك بدموعها، رحمتك للمجدلية اللي عليها 7 شياطين، رحمتك للونجينوس القائد اللي طعن بالحرب على الصليب، رحمتك لشاول الذي اضطهد الكنيسة وكان مضطهدا ومفتريا كما قال عن نفسه، رحمتك للسامرية التي ذهبت أنت إليها دون أن تأتي هي إليك، رحمتك لكبريانوس اللي كان ساحر واستطعت انك انت تجعله راهب وقديس ورئيس مجمع، رحمتك لنينوى المدينة التي لا تعرف يمينها من شمالها، رحمتك للأمم الوثنية اللي كانوا غرباء وبعيدين عنك وجذبتهم إليك وأجعلتهم أهل بيت الله.
انا عارف عظيم رحمتك، من اجل كده انا بلجأ اليك. الرحمة العظيمة دي اللي من اجلها يونان هرب وخاف، عارف انك هتسامح، هتسامح. فانا لا ألجأ يا رب الى تبرير ذاتي، ده انا بلجأ لرحمتك. كل ده كلام لطيف يوري ان الانسان شاعر بخطيته وبيتكلم قصاد ربنا، بيقول له ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفاتك تمحو إثمي. شوفوا هنا صفتين من صفات ربنا، الرحمة والرأفة. الرأفة يعني الحنان والحب والطيبة، لأن داود في المزمور 103 بيقول كما يتراءف الأب على البنين يتراءف الرب على خائفيه. رأفة ربنا وحنانه دي مسائل يلجأ إليها الإنسان. بيقوله كمثل كثرة رأفاتك، الرحمة كتيرة والرأفة كتيرة، تمحو إثمي. إثمي يعني خطيئتي. كلمة تمحو كلمة لطيفة وفيها نوع من الرجاء والعزاء. تمحوه، تمحوه يعني ما تخليهوش موجود خالص، زي بأستيكة كده واحد بيمحو حاجة ما بقتش موجودة، يعني بعد ما محاها ما بقتش موجود. مش بيقول له تستر على اسمي ولا تغطي عليه، ده تمحوه محوا. لما الإنسان بيشوف مراحم ربنا بيطمع فيها وله دال عنه، يقول تمحو إثمي. ودي الطريقة اللي ربنا قالها في المغفرة، بيقول عن الخطايا أمحوها لا أعود أذكرها. شوفوا الكلام، أمحوها لا أعود أذكرها. وأحيانا يقول طوبى لمن غفرت خطيئتهم ومن لا يحسب له الرب خطيئة، يعني ربنا لا يحسبها عليه. يمحوها لا يعود يذكرها، لا يحسبها عليهم. حاجة عجيبة دي في ربنا، يعني كأنها لم تكن خالص. زي ما بعض القديسين قال التوبة تجعل الزناة بتوليين، يعني مش بس عفيفين، بتوليين. ربنا بيمحو ولا يعود يذكر، لأن لو ربنا ابتدى يحسب الخطايا ده من يثبت أمامه؟ إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت؟ بيقول له لا تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه لا يتزكى قدامك أي حي. بيمحوها محو كأنها غير موجودة. شوفوا في مزمور 103 يقول ايه، بيقول كما يتراءف الأب على البنين يتراءف الرب على خائفيه. وبيقول ايه تاني، بيقول كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. كبعد المشرق عن المغرب، يعني شوف موجودة فين، فين البعد بين المشرق والمغرب؟ محاه، شال الحمل اللي عليك وغمسه في دمه ومحي، أصبح مش موجود. تمحوها يعني لا تعود تذكرها لي مرة أخرى، لا تعايرني بها مرة أخرى، لا تحاسبني عليها مرة أخرى، كأنها لم تكن موجودة خالص. شوفوا داود النبي أخطأ،
ومع ذلك ربنا مش بس غفر الخطيه، ده يقول من اجل داود عبدي ما اعملش كذا ولا كذا ولا كذا. يعني اصبح داود مش بس خطيته غفرت، ده اصبح مصدر شفاعه لغيره. ربنا يقول لسليمان الحكيم عن خطيته، يقول له الدوله بتاعتك هتنقسم، لكن من اجل داود عبدي ما تحصلش في ايامك الحكايه دي تحصل في ايام ابنك. ومش بس اشيل منك الملك، من اجل داود عبدي اسيب لك سبط. الله، ده انت يا رب بتذكر داود بعد ما ماتوا وكانه مصدر دالة ومصدر شفاعة لغيره. طب وخطاياه؟ لا اعود اذكرها، مش موجودة. هي فين؟ هو حقيقي اخطأ الي؟ مين قال؟ ده اتمحت، راح، مش موجود. مش زي واحد يكون محضر لك نوتة وانا اعتذرت له يسكت، وان غلطت تاني يطلع النوتة القديمة ويحاسبك من اول زمان الحاجات اللي نسيناها. لا، ربنا مش من النوع ده. ربنا طيب وحنين، بس الشرط هو التوبه. يعني خد واحد زي بطرس، اهو بطرس انكر المسيح وجدف ولعن وقال لا اعرف الرب. طب لما غفر له ربنا محاها؟ ده مش بس محاها، ده قال له ارعى غنمي، ارعى خرافي. وبص لقى نفسه في مرتبة الرسولية وكأنه لم يفعل خطية. وايه يا رب حكاية من انكرني قدام الناس انكره قدام ابي اللي في السماوات ولا قدام ملائكة السماء؟ ايه الحكاية دي؟ يقول دي لو كانت الخطية باقية، لكن ما دي انتهت وراحت. هي فين؟ هو صحيح اخطأ بطرس، فين ده؟ ما نسينا. يا البشر هم اللي بيدققوا وما ينسوش، لكن ربنا بينسى. ينسى؟ ده عجيب قوي نقول ربنا بينسى. بلاش ينسى، لا يعود يذكر. ويقول له ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفاتك تمحو اثمي. وربنا كان فاكر للمجدلية انها كان عليها 7 شياطين، ما دي انتهت الحكاية وراحت، ما بنتكلمش عليها دلوقتي. ربنا كان فاكر لشمشون خطاياه اللي من اجلها حصل له وحصل له، ده ذكر ضمن رجال الايمان في عبرانيين 11، وخطاياه لا اعود اذكرها، دي انتهت وراحت. يا ريت الحكايه دي نتعلمها احنا ايضا في معاملتنا للناس. يعني احنا في معاملتنا للناس ساعات لا نستطيع ان نغفر هذه المغفره، برضو القلب فيه الحكايه بتاعت زمان. تقول له انسى، يقول لك مش قادر. مش قادر ليه بس؟ حاول تقدر تمحوها من ذاكرتك. بلاش تمحوها من الواقع، امحوها من ذاكرتك. دي طبعا عايز ان الواحد ما يفكرش في خطايا الناس وما يقعدش كل شويه والتاني يقول فلان عمل وفلان سوى، ينساها. انساها، لا تعود تذكرها. بيقول له ايه تاني؟ ومثل كثرة رأفاتك تمحو اثمي وتغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي تطهرني. لاحظوا انه استخدم كلمة الاثم وكلمة الخطيئة، وفيما بعد يقول له والشر قدامك صنعت، يعني وصف نفسه بالاثم وبالخطيئة وبالشر. وايه تاني؟ بيقول له تغسلني كثيرا من اسمي، يعني اسمي ده يعني اثامي دي وخطاياي عبارة عن قذارة موجودة عندي تحتاج انك تغسلها. حاجات وسخت حياتي ووسخت سمعتي ووسخت قيمتي قدامك، فاغسلني كثيرا من اسم. يغسله كثيرا يعني يشطفه، الحاجة اللي يقول لك يشطفه.
ويشتفوا من ايش طوفوا، يعني يطهره كثيرا. يعني تغسلني كثيرا من اسم. كويس ان الانسان يشعر ان ربنا بيغسله، بيغسل فكره ويغسل قلبه ويغسل حواسه ويغسل جسده ويغسل لسانه، يغسله كله. يقول له اغسلني كثيرا، يعني اول فمه وثاني فمه وثالث فمه، اغسلني كثيرا، ما تخليش فيا حاجة. اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي تطهرني. كلمة تطهره يعني كانت خطيئة نجاسة، فاعتبر خطيئة قذارة اولا تحتاج لغسيل، ونجاسة تحتاج لتطهير. وامتى ربنا يغسلك؟ بيغسلك في دمه الكريم، يغسلك في مياه المعمودية، عشان كده بنسميها غسل الميلاد الثاني. طب المعمودية مرة واحدة، يغسلك في التوبة، في دموع التوبة اللي تغسلك، يغسلك مثل كثرة رأفاته ومثل كثرة مراحمه. اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي تطهرني. هنا لا يطلب فقط مغفرة، انما يطلب ايضا نقاوة بالغسيل وطهارة، نقاوة وطهارة. وهنا ايضا ليست مسألة العقوبة اللي عايز ربنا ينجيه منها، انما ايضا مسألة الحياة والطبع والطباع، يغسله من الخطية ذاتها وليس فقط من نتائج الخطية او عقوبة الخطية. احنا كتير بنطلب من اجل ان ربنا ينجينا من عقوبة الخطية، لكن قليل ما نطلب ان ربنا ينجينا من الخطية نفسها. ولما واحد يطلب ان ربنا ينجيه من الخطية، معناها انا يا رب مش قادر، انا عاجز، انا ضعيف، انت اللي تغسل وانت اللي تطهر وانت اللي تقوم بالعملية كلها. دي غير واحد يعتد بقوته يقول له يا رب اسمع، انا ندرت ان انا ما اعملش الخطية دي تاني. ندرت، وهو انت بقدرتك انك انت ما تعملهاش تاني؟ ده انت مش تقول له انا اللي ندرت ما اعملهاش، تقول له انت يا رب اللي تغسلني وانت يا رب اللي تطهرني عشان ما اعملهاش تاني. قول له امسك العملية كلها يا رب وتولاها بنفسك. ده عمله هو، عمل ربنا، عمل النعمة الالهية فيك وعمل الروح القدس فيك. عمل المعونة الإلهية ليك. اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي تطهرني، لكي لا أعاود مرة أخرى وأغضبك بخطاياي. ويقول له ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي وتغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي تطهرني، لأن اسمي أنا عارف به وخطيئتي أمامي في كل حين. أنا عارف به، مش محتاج لحد يعرفني. كويس الإنسان اللي يكون عارف ضعفاته، مش محتاج لحد يعرفه. أنا يا رب لا أريد أن أبرر نفسي قدامك، أنا عارف باسمي، لا أريد أن أقدم أعذارا قدامك زي أو تحويلات زي ما فعل آدم أو حواء. أنا عارف باسمي، مش محتاج أنك تبعت لي ناثان الكاهن أو ناثان النبي يقول لي أنت عملت وعملت وأنت هو الرب. مش محتاج انك تبعت ابي جايل تعرفني بان انا بنتقم لنفسي. مش محتاج لتوعية
أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين، أنا لا أنكر، لا أنكر ولا أخفي ولا أقدم أعذار ولا أقدم تبريرات ولا أقلل من قيمة الخطية ولا أنساها، أنا عارف بإثمي ومش نسيه خطيتي أمامي في كل حين. هنا في عبارة جميلة قالها القديس الأنبا أنطونيوس، قال إن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله، وإن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله. فأحسن الواحد يذكر خطاياه عشان ينساها له الله، مش يذكرها بلا مبالاة، يذكرها وهو منسحق القلب قدامه، يقول له خطيئتي أمامي في كل حين لا أنساها مطلقا، أذكرها بانسحاق، أذكرها بدموع، في كل ليلة أبلل فراشي، أبل فراشي وبدموعي، بدموعي أبل فراشي، أذكرها لكي ينسحق قلبي، أذكرها لكي لا يأتيني البر الذاتي، أذكرها لكي لا أتكبر على الآخرين، أذكرها لكي لا أقسو على ضعفات الناس. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون أيضا مثلهم، واذكروا المذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد، في عبرانيين 13. كل ما الواحد يذكر خطيته يكون طيب في حكم الناس، وكل ما ينسى خطاياه تلاقيه اشتد على الآخرين، فلان عمل وفلان سوي، طب وانت ما بتعملش وبتسوي، يا ريت خطيتك امامك في كل حين فما تكبرش على غيرك، لان كل الناس تحت الحكم. اذكرها لكي اذكر ضعفي، اذكرها لكي احترس في المستقبل، اذكرها لكي اكون اكثر تدقيقا. ذكر الخطية مفيد. لاحظوا ان داود بيذكرها على الرغم من انها غفرت وقيل له انها نقلت عنك فلا تموت، لكن ما زال يذكرها. بطرس الرسول زال يذكر خطيته لدرجة لما جم يصلبوه قال ما تصلبش زي الرب، اتصلب منكس الرأس. ليه؟ لأن خطيتي أمامي في كل حين. طبعا النصيحة إنك تذكر الخطية، لكن التفاصيل المعثرة بلاش تذكرها، لأن الخطايا الانفعالية أو الخطايا الشهوانية لو الإنسان ذكر التفاصيل جايز ترجع له تاني. فتذكر الخطية عموما، لكن التفاصيل بلاش تذكرها. متى أذكرها وكيف؟ في مناسبات كثيرة تذكرها أمام نفسك، تذكرها في صومك، في مطنياتك، تذكرها إذا حوربت بالبر الذاتي، تذكرها إذا حوربت بالكبرياء، تذكرها إذا حوربت بإدانة الآخرين، تذكرها لكي تقيم توازنا بينها وبين فضائلك. قال له أنا عارف بإثمي وخطيتي أمامي في كل حين. عشان كده داود لما شمعي ابن جيرة قعد يسب فيه ويقول له يا رجل الدماء، يا رجل بل علي يلي يلي يلي، والناس حبوا يضربوا شمع ابن جيرة ساعة ما كان داود هربان من أبشالوم، قال لهم لا سبوه، الله قال لهذا الإنسان اشتم داود، أنا أستحق الحكاية دي. ليه؟ لأن خطيتي أمامي في كل حين.
ده الانسان الروحي اللي فاكر خطيته. طب اذا كان واحد عنده خطية وبيفتكرها بهذا الشكل، امال اللي عنده خطايا زي الرمل ده يعمل فيها ايه؟ كل حين، كل حين يعني ما انساهاش ابدا. وبعدين بيقول له لك وحدك اخطأت والشر قدامك صنعت. انا مش اخطيت للناس، ولو اني فعلا اخطيت للناس، لكن اخطر حاجة ان انا اخطيت اليك، اخطيت الى وصيتك اللي انا كسرتها، واخطيت الى محبتك لاني لم احبك محبة مثلها، واخطيت الى روحك القدوس لاني رفضت الشركة معاك، اخطيت الى كل حاجة. عشان كده يوسف الصديق قال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ لما انت تشعر ان خطية موجهة اصلا الى الله، تشعر بانها صعبة ومتعبة. لذلك كانت المحرقة تقدم لمغفرة خطيئة الانسان تجاه الله، وتظل النار تتقد فيها ليلا ونهارا لا تنطفئ الى ان تتحول الى رماد. ولان خطيتك ضد الله اصبحت خطية غير محدودة، تحتاج الى كفارة غير محدودة، ولا يمكن محوها الا بدم المسيح. عشان كده بيقول له لك وحدك اخطأ والشر قدامك صنعت. قدامك لانك انت كنت واقف ساعتها. صعب ان الواحد يفتكر ان ربنا واقف ساعتها. لك وحدك اخطأ والشر قدامك صنعت. ابتدى يقول والشر خطيتي واثمي والشر. يا ريت الكلام ده مش بس يقوله داوود، يقوله كل واحد فينا وهو فاهم معناه وعارف انه اخطأ الى الله قبل ان يخطئ ضد اي انسان، واخطأ الى الله لان حمله ايضا هذه الخطية على الصليب. لك وحدك اخطأ والشر قدامك صنعت. لكي تتبرر في اقوالك وتغلب اذا حكمت. عشان انت يا رب لو حكمت علي اي حكم ما نقدرش نناقشك، تتبرر في احكامك وتغلب، امامك يستد كل فم، وتبقى انت اللي غالب لان احنا اللي مذنبين قدامك. طبعا المزمور طويل، نكتفي بكده. اتفضلوا.